يعني بصراحة كنا ضمن مرشحين لتسيير هذه المائدة المستديرة المباركة، وإنما بالنظر لتعذر وصول الأستاذ المهدي السباعي الإعلامي لأسباب شخصية، ورطتني الأخت إيمان جباري لتسيير هذه الجلسة، ولكنها ورطة جميلة. طبعا نرحب بجميع الحاضرين، وأخص بالذكر رئيس جمعية منتدى التنمية والبيئة والسينما والمسرح سيد مصطفى البنوني، رئيس جمعية مناطق القصر الكبير للتنمية الأستاذة إيمان الجباري. كما أشكر لكم حضوركم جميعا، وأتمنى أن تكون هذه المائدة المستديرة نافعة ومفيدة للجميع. طبعا لا أحد ينكر أهمية التنمية البشرية المستدامة باعتبارها عملية شاملة ومتكاملة بما تتضمن كل الجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتماعية والجوانب الثقافية والبيئية. وفي هذا الإطار تندرج موضوع هذه الندوة المباركة، وهو التنمية المستدامة في عمالة العرائس والمؤهلات والعراقيل، تحت شعار الفاعل الجمعوي والمجتمع المدني في حوار شأن محلي. ولا أحد يمكن كذلك ما للفاعل المحلي ولمنظمات المجتمع المدني من دور، ولكل الفاعلين والمتدخلين من دور أساس في تنزيل بنود التنمية المستدامة على أرضية الواقع. ولهذا عندنا أمامنا ويحضر معنا الأساتذة المتدخلين في هذا اليوم الدراسي. وقبل أن أعطي الكلمة للسادة المتدخلين، أعطي الآن كلمة ترحيبية لجمعية منتدى البيئة والسينما والمسرح، وهذه الكلمة التي سيتفضل في إلقائها علينا الأستاذ محمد مصطفى البنوني.